طبعا خلينا بس نبقى طول الوقت فاكرين انه موضوع التابلت ده هو شراكة عشان يتحقق فعلا على ارض الواقع، هو شراكة ونتاج شغل حقيقي حصل ما بين اطراف كتيرة جدا. طبعا وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصالات، طبعا الشركة المصرية للاتصالات وصلت شبكات الفايبر للمدارس، واعتقد الواي فاي، ورفعت طبعا اللي هي الحمولة اللي تقدر تستحمل الواي فاي او الانترنت. المدارس دي بيتم تزويدها اصلا بشبكات داخليه وسيرفرز واي فاي على مستويات عاليه. القوات المسلحه طبعا زي ما شفنا كان ليها دور مهم جدا، يعني عايزه اقول ان في اطراف كتيره جدا ليها علاقه او اشتغلت بشكل مباشر في فكره توفير التابلت. خلونا نستقبل الموضوع بشكل عملي لانه ده واقع، والواقع انه اكيد الدوله مش حابه تكلف نفسها وتصرف فلوس عشان يبقى اسمها عمل التابلت، يعني هو اكيد مش ده الهدف. خلونا نحاول نساعد ان احنا نرتقي بمستوى وذهن واذهان وعقول الطلبه عشان يبقى عندنا شكل مختلف من التعليم. مفيش حد فينا ابدا، الميت مليون مصري لو اتسالوا مفيش حد فينا ممكن يبقى راضي عن شكل التعليم اللي احنا فيه، اللي بقالنا سنين فيه. فكرة ان الطالب بيدخل يقعد يصم في المناهج عشان يدخل ثانوية عامة، وكوابيس طول السنة واغماءات وناس بتصرخ قصاد اللجان والنتائج وناس تنتحر، الكلام ده مش موجود في العالم يا جماعة. مفيش دولة في العالم عندها ده، احنا في مصر بس اللي كان عندنا ده. وبالتالي ان الدولة تضع فكرة تغيير المنظومة كلها على بعضها من كي جي 1 لغاية ثانوية عامة تتغير عشان يبقى عندنا طالب متخرج فاهم، مش حافظ، فاهم متنور كده وفاهم العلم وفاهم العلوم وحابب الدراسة وبيشغل دماغه. ده لو ده هدف قومي، هو بالفعل كان الأهداف القومية للدولة بقالها كام سنة بتشتغل عليها، بعتقد انه ده شيء محترم جدا ومهم جدا، وبنحاول برضو طول الوقت نفهم اكتر الدولة بتشتغل فيه ازاي عشان نبقى احنا فاهمين. تعالوا نشوف برضو الفيديو ده اللي بيوضح برضو مراحل عملية استلام اول شحنة للتابلت. الحمد لله النهارده بنبتدي نستلم الشحنه الاولى لاجهزه التابلت اللي هي تم توريدها من شركه سامسونج. اجمالي الشحنه كلها هي بس 408,000 ان شاء الله باذن الله، دي اول شحنه في قرب ال 100,000. هنبتدي ان شاء الله عمليه التوزيع. التوزيع ده طبعا بيبقى ليه مراحل. المرحله الاولانيه ان احنا بنعد التابلت نفسه، ان احنا نحط عليه البرامج التامينيه والبرامج الخاصه بالعمليه التعليميه. المرحله الاولى ثانوي هي المرحله المختصه بعمليه استخدام التابلت، والحقيقه ان التابلت ده احنا راعينا ان هو يبقى اعلى مواصفه موجوده. شركات كثيره قدمت، يمكن قرابه 70 شركه في مناقصات مناقصه عالميه كانت موجوده، ساعدتنا فيها القوات المسلحه ان احنا نختار احسن جهاز تابلت موجود، وفازت بيه شركه سامسونج. وراعينا ان المواصفات بتاعت الجهاز تبقى عاليه عشان خاطر ده هيقعد 3 سنين مع الطالب، والطالب يقدر يستفيد بيه بامكانياته. الفانكشن اللي هي الوظيفه اللي هو زي ما احنا اتكلمنا في الفترات السابقه على منظومه التعليم الثانوي، ان اول استخدام للطالب ان هو بيبقى بيطلع على المحتوى العلمي اللي تم استثماره في التربيه والتعليم، وان المحتوى ده اللي موجود في بنك المعرفه بيقدر الطالب يبحث ويستفيد من متعه التعلم من البرامج التعليميه اللي هتبقى موجوده ومن المنهج المختلف اللي تم تطويره خلال الشهور السابقه.